السلام عليكم حبايبي، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين، بصحة مزيانة وكل شيء بخير، وأنكم بعاد كامل البعد على المرض. كما تشوفوا مؤخرا يعني العالم كله شهد هذا الهلع وهذا الخوف من هذا الفيروس هذا، ومنهم أنا. يعني شيء طبيعي، الخوف راه شيء طبيعي في الإنسان. يعني حسب التقارير الدولية اللي خرجت، هو أن هذا الفيروس بحال لا غريب، هو الإنسان أنه دائما خصو يحتاط، ما كاينش الدواء ديالو، ولكن كاين اساليب الوقايه، وانه الانسان يتجنب ما يطيحش وما يمرضش بهذا الفيروس. وكما كتشوفوا احنا الان متواجدين في المطار. وخاوي مؤخرا كان عندي رحلات بزاف ديال الخدمه، ولكن اليوم قررت على انني ندخل للدار ديالي، ندخل البيت ديالي، وانني نجلس في الدار، وانني ما نخرجش، وخصني نتبع لي أساليب الوقاية اللي ما نظنش غير دولة واحدة اللي فرضتها، ولكن من الأحسن الإنسان يبقى في الدار ديالو، ما يخرجش إلا للضرورة، إذا كانت عنده شي حاجة ضرورية خصو يقضيها، وحتى من يخرج يتبع أساليب الوقاية. إذا اليوم أنا إن شاء الله غادي ندخل للدار، وغادي نوقف الرحلة ديالي، وكذلك حتى الحفلة ديالي في هذا الوقت كامل. الدواء ديالو مازال ما كاينش، ولكن الإنسان يقدر يقي نفسه وانه ما يتعرضش للمرض. وكما كتشوفوا الان انا واضع قفازات، هادو سو سون دي غون جوتابل، القفازات اللي تستعملهم مره وترميهم، تقدر تلقاهم في عند الصيدليه، تقدر كاين اماكن البيع ديالهم. الثمن ديالهم ماشي غالي، يعني ماشي شي حاجه غاليه بزاف، ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيه انهم ياخذوا حتى هادو، او ما يلقاوهمش مثلا، تقدر تمشي لا فارماسي وما تلقاش، انه يغسل يديه مزيان. بالنسبة للسلام، أننا نجنبو نسلمو على الناس، يعني من الأحسن حتى باليد ما نسلموش، أما الوجه فهذيك مفروغ منها. نقطة أخرى، وهي اللي نقطة مهمة بالنسبة للناس، شفنا كلنا دي فيديوهات كيروجوا على الناس اللي يمشيو يتقضاو في السوبر مارشي، يتقضاو في الحوانات، يعني والفوضى والسلعة ما كيناش. يعني هذا أسلوب أن يخص إعادة النظر فيه، أنهم خصهم يفكروا شوية. علاش؟ الحمد لله انت الان ميسر عليك الله، وعندك الامكانيات انك تقدر تمشي تتقضى وتشري ومبالغ كبيره. فكاين واحد الانسان اللي فقير عنده عائله، وحتى هو خصو مواد ضروريه باش يعيش هاد الفتره. والحمد لله يعني السوبر مارشيات راه ما قالوا لكمش غادي نسدو، راه باقي السوبر مارشيات عامرين، وتمشي السلعه تجي سلعه. ولكن فكروا، كاين واحد الناس يخدموا بالاسبوع، يعني حتى نهايه الاسبوع عاد يكون عنده المال موفر باش يمشي ياخذ المستلزمات ديالو والمسائل المهمه. ولكن الناس يعني ما كيفكروش هذا الجانب، على ان كاين الناس اللي غادي يضروا من بعد هاد التصرفات هادو. الانسان يتصرف بعقله، يمشي يتقضى بعقله، ويصرف المصروف ديالو بعقله، وما يبالغش في داك الشيء. خد المسائل الضروريه ديالك، وما تاخذش المسائل اللي غير ضروريه، او انك تدوبلي لا شارج، انك لان كاين الناس اللي راهم محتاجين، وكاين مواد اللي مهمه خص الناس تقضاها. اذا خصكم تفكروا في هذه النقطه. كذلك واحد الموضوع اللي هو مهم، واللي انتشر بواحد الطريقه كبيره بزاف، واظن رجعت موضه، وما هاد الاوديو او الفيديو او الرسائل المكتوبه عبر الواتساب ديال التخويف والهلع. يعني انا بغيت نقول لهاد الناس اللي كيديروا هاد لي ميساج، الله يهديكم الله يهديكم. هاد الشيء اللي راكم ديروه راه غير معقول، راكم تخوفوا الناس، وراكم تخلقوا واحد الجو ديال الخوف. ما عندكمش حتى مصادر موثوقه، ما عندكمش مثلا حتى مسائل لا علميا لا طبيا لا سياسيا لا والو، وتنوضوا ديروا. هاد الصباح انايا سمعت فيديو ديال واحد السيده خلاته حشومه تدار، وهادي ومنوضه الخلعه في الناس، والناس المدينه كامله مرونه، راه حشومه هاد الشيء اللي كديروا. الا ما خرجش مصدر موثوق من الدوله اللي تكون عايش فيها، او من ما عرفت منظمه الصحه العالميه، فما يمكنش نتيقوه. الانسان هو انه خصو يخدم عقله، ما يبقاش يتبع هذه الرسائل. ولا توسط بشي رساله هذه الرسائل، من الاحسن ما ديرش ترونسفير، ما تعاودش تنشرها او تصيفطها لناس اخرين، لان هاد الناس هذو اللي ما يهضروش شكون هما، ما هم باطباء، ما هم بسياسيين، ما هم بناس ما عارفين والو، يسمعوا مثلا اقوال هذا قال هذا قال، يجمعوا يدير فيديو يبدا ينشر. يعني ما سوا تقول شي حاجه اللي غادي يستافدوا بها الناس، انك تنصحهم كيفاش يطلعوا صحتهم، كيفاش ما يمرضوش، كيفاش يكونوا مزيانين، كيفاش يتعاملوا مع المرض، قل خيرا او اصمت. يعني من الاحسن ما تقولوش اخبار اللي هي مغلوطه، وانكم تغلطوا الشارع، وانكم تخوفوا الناس.
وخصكم تعرفوا واحد القضية واللي هي مهمة، هو أن هذه الفترة بالنسبة للأطفال الصغار اللي ما يمشوش للمدرسة أنهم يبقوا في البيت ما يخرجوش، ما خصناش نمشيو عطلة، لأن هذه ماشي عطلة، بالعكس خصنا نجلسوا في الدار ونوعيوا الأطفال ديالنا بمخاطر هذا الشيء اللي راه الآن كاين، وأنهم كيفاش ينظفوا راسهم، ونهضروا لهم ونتكلموا لهم ونشرحوا لهم ونجلسوا معاهم ونوعيهم أكثر وأكثر. تهلاو في صحتكم ولي جيان، قدرتوا ديروا هادو ديروا، ما قدرتوش على الاقل الغسل مثلا كل ساعه، كل معك. انا يعني انا نبالغ بعض المرات، انا حتى نص ساعه نص ساعه نغسل. انا وقتاش ما مريت حدا مكان ديال الغسيل نغسل، ما عنديش مشكل. وتجنبوا انكم تقيسوا العينين ديالكم اللي في فم، من الاحسن مثلا شفتوني من قبيلات كنبغي نحكني فيه بهذه الطريقه، من نبغي نعطس او نكح، كح في يدي او في الكمامه ديالي. إذن الله يشافي الجميع إن شاء الله، اللي كانوا مصابين الله يشافيهم، واللي غير مصابين الله يبعد عليهم المرض إن شاء الله. تابعوا هاد وسائل الوقاية وإن شاء الله يكون خير، يكون غير الخير وما يكون بس إن شاء الله عندكم. تبارك الله عليكم.